تسبيه قناة شقاقفاس. كنرحبوا بكم من جديد. نتواجدوا في طريق عين الشقف المقهى ديال بلونكو. جينا باش نقدموا لكم دوبليكس او سوبليكس كيتواجد في ايقونوم الاير بلس 2 بثلاثة ديال السكان. تشوفوا التصميم ديال الدوبليكس وكذلك لا فينيسيون ديالو وتطلعوا على الثمن. الاستقبال عبارة عن صالون جوج راجم بإطلالة على شارع ديال 15 متر. تكون مشمسة في اخر الفترة الصباحية وكذلك والفترة المسائية. دوبليكس اجمالية 200 متر بعد ديال الغرف. هذه غرفة استقبال مخصصة للجلوس، حمام مخصص كذلك للضيوف. دوبليكس كيتواجدوا فيه جوج ديال الغرف مخصصة للنوم، كيتواجد في القلب ديالها حمام. هذه الغرفة الاولى كتواجد في الطبق الارضي. المساحة ديال الغرفة كبيرة ومريحة للنوم وبديزاين كذلك عصري. كما كتشوفوا هذه الاضاءه العصريه اللي كتواجد في الراس ديال الناموسيه وبهذا الديكور الهائل. في القلب ديالها حمام. هذه الغرفه كيتواجد في القلب ديالها خزانه من جوج ديال البيبان كوليس مقسمه ومغلفه كما ينبغي. الجوده والخشب باش مقسمه هيتر. كما شفتوا معنا في الطبق ارضي ديال السوبليكس كيتواجد غرفه ديال الجلوس وغرفه ديال النوم وكذلك حمام. وكذلك كيتواجد الاستقبال عبارة عن صالون كبير. خليكم معنا في الفيديو، غادي نهبطو باش نشوفوا الطبق تحت ارضي ديال الدوبليكس. الجميل في الدوبليكس انه العمق ديالو ماشي كبير، تقريبا العمق ديال الدوبليكس تقريبا 1.50 متر حتى 1.40 متر. كذلك كيتواجد صالون او ان بتي سيجور كيتواجد هنايا، كذلك بديزاين بنفس الديزاين اللي كيتواجد في الصالون وكذلك بنفس الاطلاله. الاطلاله كتكون مشمسه في الفتره الصباحيه وكذلك في بدايه الفتره المسائيه. شوفوا المطبخ ديال الدوبليكس، مطبخ بيان ايكيبي، التقسيم ديالو عصري بالام دي اف، والمطبخ كذلك مفتوح على لاكور. كذلك الطبق تحت ارضي كيتواجدوا فيه غرفتين، غرفه كيتواجد في القلب ديالها حمام وباطلاله على شارع ديال 15 متر وبديزاين كذلك عصري وبتقسيم كذلك عصري. حمام كذلك مزلج في الحيوطه من الارض حتى للبلافو. وفي المقابل ديال الغرفه كتواجد كذلك غرفه اخرى مخصصه للاطفال او الجلوس. من دوبليكس ان الاعجاب ديالكم، متنساوش متابعه الصفحه ديالنا فيسبوك وكذلك الانستغرام القناه ديالنا يوتيوب شقاقفاس. اللقاء الى عرض جديد على قناتكم شقاقفاس.